السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. وموضوع درسنا النهاردة إن شاء الله تدريبات عامة على الوحدة الأولى اللي هي وحدة البيئة الزراعية. هنبدأ إن شاء الله أسئلة مع بعض، ولو معاك ورقة وقلم وعايز تكتب معايا الأسئلة نراجع مع بعض كده على الحاجات اللي خدناها واللي شرحناها. نبدأ الأول بأسئلة أكمل العبارات الآتية واحدة واحدة. أول سؤال أكمل العبارات الآتية. واحد، قول لي من البيئات الموجودة في مصر بيئات نقط ونقط. يبقى قلنا بيئة طبيعية وبيئة بشرية. بيئة طبيعية وبيئة بشرية. وقلنا إن البيئة الطبيعية البيئة التي لم يؤثر فيها الإنسان كثير، أما البيئة البشرية البيئة التي شيدها الإنسان. السؤال الثاني، قول لي البيئة الصناعية تمدنا بيه، هي اسمها بيئة صناعية، تمدنا بإيه؟ قال لي بالصناعات والمصنوعات المختلفة لتلبية احتياجات السكان. تتنوع البيئات المصرية أو تنوع البيئات المصرية أدى إلى تنوع نقط ونقط. قال لك تنوع البيئات المصرية، من عندي بيئات متنوعة أدى إلى إيه؟ أدى إلى تنوع الثروات الطبيعية وتنوع الإنتاج الاقتصادي. يبقى تنوع البيئات في مصر أدى إلى حاجتين. قال لي أول حاجة تنوع الثروات الطبيعية، تاني حاجة تنوع الإنتاج الاقتصادي. بيقولي توجد البيئة الزراعية الفيضية في نقط ونقط. أخدناها إن البيئة الزراعية الفيضية قال لي موجودة في دلتا النيل ووادي النيل ومنخفض الفيوم، وديت اللي إحنا بنسميها قلنا اللي بتعتمد على مياه نهر النيل في الزراعة، ولا بتبلغ مساحتها أكثر من 8 مليون فدان. بيقول لك من المحافظات التي لا تجود بها الزراعة في الدلتا، قلنا طبعا لا تجود الزراعة في الأطراف الشمالية للدلتا لثلاث أسباب. قال لي ارتفاع نسبة الملوحة بقربها من البحر المتوسط، وقال لي كثرة الرمال ووجود المستنقعات المحافظات الشمالية. بيقول لي تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بالوادي نقط المساحة المزروعة بالدلتا. شاطر، ايوه نصف المساحة بالظبط. يبقى الأراضي اللي موجودة في الوادي قلنا بتبلغ نصف مساحة الأراضي الموجودة في الدلتا. ولو تفتكر معايا احنا قلنا الدلتا نسبة الأراضي الزراعية بقى 55%، إذا المساحة اللي موجودة في الوادي قال لي حوالي 27.5%. بيقول لك أقرب المنخفضات، أقرب المنخفضات الصحراوية لوادي النيل. أيوة شاطر شاطر يا حسن، قال لي هو منخفض الفيوم. برافو ممتاز. وقلت لك بيجي منخفض الفيوم في أسئلة بما تفسر، ممكن يقول لي بما تفسر يعد منخفض الفيوم أقرب المنخفضات الصحراوية لوادي النيل، أو بطريقة تانية يقول لي يعتبر منخفض الفيوم جزء من وادي النيل رغم وقوعه في الصحراء الغربية. ايوه قال لك قلنا لانه يستمد مياهه من نهر النيل عن طريق بحر يوسف من جهه الشرق عبر فتحه له. ممتاز ممتاز شاطر. بعد كده بقول لك تتميز اراضي الدلتا ب، ايوه الدلتا قلنا باستواء السطح وعدم وجود تضاريس مرتفعه. عدم وجود تضاريس، سامعه يعني ايه تضاريس؟ حاضر. قال لي كلمه تضاريس قلنا هي أشكال سطح الأرض المختلفة، جبال وهضاب وأنهار ومنخفضات. وقلنا من مميزات وادي النيل والدلتا إن الأرض عندك مستوية، السطح مستوي، لذلك بتجود الزراعة هناك. أما منخفض الفيوم قلنا بيظهر فيه السطح على شكل مدرجات واسعة. ماشي ايوه لسه السؤال بنقوله. بيقول لك تظهر الاراضي الزراعيه في منخفض الفيوم على شكل مدرجات واسعه. احسن. بيقول لي من الخصائص الاجتماعيه للبيئه الزراعيه التمسك بالاراضي الزراعيه. ماشي. اسمها خصائص ايه؟ خصائص اجتماعيه. بيقول لي من الانشطه الاقتصاديه في البيئه الزراعيه، انا خدت النشاط والنشاط الاقتصادي، والناس اللي تابعه معانا قلنا النشاط هو العمل الذي يقوم به الانسان. اما النشاط الاقتصادي بيقول لي هو استثمار واستخدام الانسان للموارد المتاحه له لسد احتياجاته
من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. وأيوه شاطر، أيوه أحسن، أما أحسن يا علي، قول لي دي اسمه مقومات استمرار الحياة. ماشي. قول لي معظم أسماك البيئة الزراعية من أسماك نقط ونقط ونقط، قول لي أسماك البلطي والقرموط والقش البياض اللي هما ثلاث أنواع. ده بالنسبة لأسئلة أكمل. بيقول لي في برضه سؤال تاني، بيقول لك من أكثر المحافظات ازدحاما بالسكان في الوجه القبلي، ايوه، هي المنيا. طب واقلها هي الاقصر. طيب سؤال كمان برضو، من اكبر المحافظات ازدحاما بالسكان في الوجه البحر والدلتا، قال لك الشرقيه، واقلها هي محافظه الاسكندريه. ده بالنسبه ليه اسئله اكمل، احنا برضو مع بعض اهو. قال لك تنقسم الزراعة في مصر إلى نوعين، قلنا زراعة مروية وزراعة مطرية. أيوة، زراعة مروية وزراعة مطرية. مروية بتعتمد على مياه نهر النيل، أما الزراعة المطرية قلنا بتعتمد على المياه الأمطار في الأطراف الشمالية في إقليم اسمه إقليم مريوط، قلنا بيعتمد فيه الزراعة على مياه الأمطار الشتوية القليلة. ودي أسئلة أكمل. تعال نشوف أسئلة صح وخطأ، ودايما بيجي لك في الامتحان بيقول لك مع التصويب. طبعا التصويب يعني بصوب الخطأ، بصوب الخطأ، إنما هي الإجابة الصحيحة صحيحة ما فيش كده. بيقول لي أول سؤال، تبلغ مساحة البيئة الزراعية الفيضية أكثر من 9 مليون فدان. طبعا غلط، لأن احنا قلنا البيئة الزراعية الفيضية اللي تمثل أكثر من كام؟ 8 مليون فدان. تسويق 8 مليون فدان. قول لي تقوم البيئة أو تقوم الزراعة بالساحل الشمالي، لسه قايلها دلوقتي في أسئلة أجمل، بالبيئة الساحلية على مياه الآبار والعيون. طبعا خطأ، أمال على مياه إيه؟ قال لي على مياه الأمطار الشتوية القليلة. طيب قول لي من أمثلة البيئة البشرية، خلي بالك من أمثلة البيئة البشرية، البيئة الزراعية والبيئة الصناعية، قول لي صح. قلنا عندي نوعين من البيئات، بيئة بشرية وبيئة طبيعية. قلنا البيئة البشرية قلنا اثنين، اللي هي البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. أما البيئة الطبيعية قال لي البيئة الجبلية والبحرية والساحلية والسياحية. قلنا تمدون البيئة الصحراوية بالمعادن المختلفة، طبعا صح. وقلنا المعادن هي جزء من قشر سطح الأرض وهي ثروات طبيعية وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. بيقول لي تصل مياه نهر النيل الى منخفض الفيوم عن طريق بحر يوسف عبر فتحة اللاهون، طبعا صح. قلنا ديت بيقول لك بما تفسر يعتبر جزء من نهر النيل للاجابه اللي احنا قلناها دي. بيقول لي سؤال تاني برضو، احنا في اسئله صح او خطا، بيقول لي من الخصائص الطبيعيه للبيئه الزراعيه في مصر موارد المياه والتربه فقط. واحد يقول لي هو ما هي موارد المياه والتربه من الخصائص. ماشي يا سيدي، انا معاك ان هي صح، بس قال لك ايه دلوقتي فقط، يعني مفيش اللي هم دول، يبقى انا كده بقول له خطا. انما لو سابها لي ما قالش فقط يبقى اقول له صح، لان احنا قلنا الخصائص طبيعيه، قلنا سطح ومناخ وتربه ومياه ونبات طبيعي وحيوان، كنا بنغنيهم مع بعض الناس اللي كانت متابعه معانا دروس، قلنا سطح مناخ تربه مياه نبات طبيعي وحيوان. طب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي من الخصائص الطبيعيه للبيئه الزراعيه التربة وموارد المياه فقط، يعني هم دول بس. هقول له لا خطأ، امال ايه التصويب؟ قال لي السطح والمناخ والتربة والمياه والنبات الطبيعي والحيوان. ماشي؟ بقول لك تتكون تربة وادي النيل من نسبة كبيرة من الصلصال ونسبة أقل من الرمال. قال له صح. ليه؟ ما احنا خدناها. قلنا مميزات تربة وادي النيل خدناهم ثلاثة. قلنا أول حاجة نسبة كبيرة من الصلصال ونسبة أقل من الرمال. قلنا تربة سوداء اللون، مش كده؟ تربة خصبة وسميكة، يعني لها ثلاث مميزات. هو هنا جاب لي ميزة منهم، أقول له صح. إنما لو كان قال لي فقط كنت أقول له برضه خطأ. ليه؟ أقول له أنت جبت لي ميزة وأنا عندي ثلاث مزايا، لسه عندي واحد واثنين وثلاثة. واضحة؟ خلي بالك من كلمة فقط. دايماً الناس بتستسهل أسئلة صح وغلط،
انما انا في نظري ان الاسئله دي بتبقى يعني عايزه ذكاء شويه وعايزه حنكه من الناس اللي بتحل، لذلك المفروض تقرا سؤال صح وخطا بتأني وتفهم هما بيقولوا ايه بالظبط. ماشي. بيقول لي من المشكلات السكانيه في البيئه الزراعيه البطاله. اقول له صح، انما برضه نفس الكلام انا قبل فتره كنت بقول له غلط. قلنا البطاله. قلت عندي ثلاث انواع من المشاكل، قلنا بطاله واميه ومشكلات صحيه. بطاله واميه ومشكلات صحيه. بيقول لي البيئة الزراعية منطقة جذب سياحي. البيئة الزراعية منطقة جذب سياحي؟ أقول له صح. والناس اللي معايا تتابع، أيوه أحسن أحسنت. قلت لك ده جه امتحان في أو جه سؤال في الامتحان بيقول لك بما تفسر تعتبر البيئة الزراعية من مناطق الجذب السياحي. قال لي أه لأن عندي منطقتين، قلنا منطقة أيوه أحسن الفيوم محافظة الفيوم فيها ثلاث حاجات ان هي السبيل والهدير، اما محافظة الشرقية فيها اثار تل بسطة او اثار ببسطة. المشاكل اللي بتقابل البيئة الزراعية، انا عايزك تفرق بين المشاكل اللي بتقابل البيئة الزراعية والمشاكل اللي بتقابل السكان. المشاكل اللي بتقابل السكان قلنا البطالة والامية والمشكلات الصحية. مشاكل البيئة الزراعية قلنا الصرف الزراعي وتنقص الارض الزراعية والتلوث البيئي. تنقص الأرض الزراعية من الأسباب اللي بتؤدي إلى تنقص الأرض الزراعية اللي تجريخ التربة وإقامة المباني على الأراضي الزراعية. هنا الوقت بيقول لك من جهود الدولة لحل مشكلات البيئة الزراعية سن وفرض القوانين التي تجرم تجريخ التربة. أو صح. ماشي. برضو إحنا ماشيين في أسئلة صح وخطأ. بيقول لي في سؤال كمان بيقول لك البيئة الزراعية والصناعية من البيئات البشرية. أقول له صح. ليه؟ لأن الإنسان هو اللي شغلها واللي كونها واللي أسسها. إحنا خدنا تعريف البيئة البشرية اللي هي البيئة التي شهدها الإنسان ولم يكن لها وجود، ومن أمثلتها البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. بيقول لك الترعة هي قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من نهر النيل إلى الأراضي الزراعية. أقول له صح. معايا؟ نفرق بين الترعة وبين المصر. إن المصرف هي قناة مائية يتم حفرها عند منسوب أقل من منسوب الكرة، بس المصرف الغرض منه صرف المياه الزائدة عن الزراعة. معايا؟ ماشي. البيئة الزراعية تمدنا بالأسماك اللازمة لغذاء الإنسان. البيئة الزراعية تمدنا بالأسماك اللازمة لغذاء الإنسان. ماشي. البيئة الزراعية من البيئات التي تمدنا بالأسماك اللازمة لغذاء الإنسان. ماشي. إنما لو قال لي فقط أقول له لا، ده بيئة زراعية بتعتمد على الزراعة. إنما بناخد منها برضه أسماك أو من مياه النيل. بيقول لي النبات الطبيعي هو النبات الذي يقوم الإنسان بزراعته. أقول له خطأ. ليه؟ ما إحنا واخدين النبات الطبيعي. إن النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان في مراحل نموه. معايا؟ ماشي. ناخد مجموعة تانية من الأسئلة. أسئلة اعطي المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي، أو اذكر المصطلح العلمي، أو اذكر ما تشير إليه العبارات. نفس الكلام. أو اذكر المقصود بالمفاهيم الآتية. هي أول حاجة أقول لك المكان الذي لم يؤثر فيه الإنسان كثيرا وتقطع من العناصر الطبيعية مثل الماء والهواء والتربة. أيوة أحسن، هي البيئة الطبيعية. البيئة الطبيعية أحسنت. بقول لك البيئة التي شيدها الإنسان ولم يكن لها وجود. أيوه شاطر شاطر يا محمد أحسن. أيوة. سمعت البيئة البشرية. أيوه البيئة التي شيدها الإنسان البيئة البشرية. بعد كده بقول لك نشأت في السهول الفيضية. سهولة فضيئة. البيئة الزراعية إيه؟ الفيضية. البيئة الزراعية الفيضية. بقول لك قناة يتم حفرها لتوصيل المياه من نهر النيل إلى الأراضي الزراعية. دي اللي هي الترعة أحسن. بقول لك يعني إزالة الطبقة السطحية العليا من التربة مما يؤدي إلى تدهور التربة وقلة الإنتاج هو تجريف التربة بعينه، مفيش كلام تاني. بقول لي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر اسمها إيه؟ اسمها هجرة. انتقال الإنسان أو الأفراد من مكان إلى آخر.
انا ما حددتلكش هنا، قال لك خارج ولا قال لك داخل. طب لو قال لي نفس الكلام، انتقل الانسان من مكان الى اخر داخل حدود الدوله تبقى هجره داخليه. طب انتقل الانسان من مكان الى اخر خارج حدود الدوله تبقى هجره خارجيه. ايوه احسن، ماشي. بيقول لي المكان الذي نعيش فيه بجانب المخلوقات الاخرى وتوجد به مقومات استمرار الحياه، البيئه. احسن، البيئه. بيقول لك هجره من دوله الى دوله اخرى، شوف هنا جاب لي ايه دلوقتي، هجره من دوله الى دوله. ايوه مظبوط كده، هي الهجره الخارجيه. بيقول لي يقصد بها عدد الاشخاص من سن 15 الى 60 اسف بدون عمل، هي البطاله، هي سن البطاله. ماشي. بيقول لك يقصد به السيدة العبارة دلوقتي، يقول لي انتقال او ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان في مراحل نموه هو النبات الطبيعي. ماشي. بيقول لي كمان اللهم صل على النبي، بيقول لك بناء هندسي على مجرى النهر ببوابات توزع من خلالها المياه، وغرض منها رفع منسوب المياه لري الاراضي مرتفعه المنسوب. احسن، ايوه، هي القنطره. انا قلت لك لسه دلوقتي عشان تفرق بين القنطره وبين السد، قلنا القنطره الغرض منها رفع منسوب المياه عشان نقدر نروي الاراضي مرتفعه المنسوب، اما السد الغرض منه اللي هو اتقاء اخطار الفيضان. احسن، اتقاء اخطار الفيضان. طيب هنا بيقول لك، بيقول لي تاني، بيقول لي الحيوان الذي لم يستأنسه الإنسان. أيوه أحسن، والحيوان إيه؟ البري، شاطر. على العكس قلت لك الحيوان اللي استأنسه الإنسان اسمه حيوان إيه؟ مستأنس. أما الحيوانات اللي الإنسان ما استأنسهاش اسمها حيوانات برية. ماشي. بقول لك بناء هندسي يتم بناؤه بغرض اتقاء أخطار الفيضان وتوليد الكهرباء. أيوه برافو، ممتاز، هو السد. بعد كده بيقول لي هجرة الأشخاص من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة تبقى هجرة داخلية. هجرة إيه؟ داخلية. وإحنا خدنا الكلام ده وشرحنا إيه هي المقصود من الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، وعرفنا إن في آثار مترتبة على الهجرة الداخلية، وهنشوفها دلوقتي في مجموعة من الأسئلة. بيقول لك مناطق تقل بها فرص العمل ويرتفع فيها أو تقل فيها برضه مستوى المعيشة. الاثنين بيقلوا، فرص العمل بتقل ومستوى المعيشه بتقل، يبقى دي المناطق الطارده للسكان. على العكس هيرتفع مستوى المعيشه معايا وهتتوافر فرص العمل، دي بقى اسمها مناطق جاذبه ايه؟ للسكان. يبقى انا عندي مناطق اسمها مناطق جاذبه للسكان ومناطق اسمها مناطق طارده للسكان. فبالجاذبه اللي بتشد دي هيبقى فيها فرص العمل افضل وبتتوافر فيها مستوى المعيشه او بيرتفع فيها مستوى المعيشه. على العكس المناطق الطارده اللي بتقل بيها فرص العمل وبتنخفض برضه فيها مستوى المعيشه. ماشي. بيقول لي بعد كده قلنا المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدوله عن طريق وادي اليد. ايوه شاطر، ممتاز، سامع اجابتك والله. هي اسمها العشوائيات، هي المناطق التي بنيت بدون تخطيط من الدوله، قلنا اسمها العشوائيات. ماشي. بيجي تاني برضو هنا في أسئلة، برضو احنا ماشيين مع بعض اهو في أسئلة، اذكر المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي. بيقول لي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر، ترى ما حددتلكش، يبقى ديت الهجرة، دي اسمها يا سيدي الهجرة. ماشي. ناخد أمثلة تانية أو مجموعة تانية من الأسئلة اللي هي مجموعة اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين. احنا مع بعض دلوقتي يا جماعه في اسئله عامه على الوحده الاولى. بيقول لي من امثله البيئه الطبيعيه، خلي بالك بقى، تخير الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. من امثله البيئه الطبيعيه، افتح قوس، خلي بالك، بيقول لك البيئه ايه؟ الطبيعيه. واحد، البيئه الزراعيه. ادي اول واحده ايه؟ اثنين، البيئه الصناعيه. ثلاثه، البيئة البحرية. أيوه أحسن، هي البيئة البحرية، لأن البيئة الصناعية والبيئة الزراعية ولا من البيئات إيه؟ البشرية. ممتاز. يقول لك من البيئات التي تمدنا بالمعادن، هتعطينا معادن، ناخد منها معادن.
قال لك واحد البيئة الصناعية ولا البيئة الساحلية ولا البيئة الجبلية ولا البيئة الصحراوية؟ ماشي، البيئة الصحراوية. بقول لك تأخذ الدلتا شكل، تأخذ الدلتا شكل مثلث كبير. أنا قلت لك قبل كده مثلث مخلوب القاعدة عندك في إيه؟ في الشمال عند الدلتا والرأس في الجنوب عند القاهرة. معايا؟ نشوف. بقول لك إيه؟ تأخذ الدلتا شكل مثلث كبير رأسه شمال مدينة، خلي بالك الرأس مش القاعدة، الرأس شمال مدينة إيه؟ القاهرة ولا الإسكندرية ولا حلوان؟ أيوة أنت لسه قايل دلوقتي يا أستاذ القاهرة. يبقى الرأس عند القاهرة، أما القاعدة ما هو مثلث مقلوب، القاعدة فوق عند البحر المتوسط. ماشي. بقول لي أقرب المنخفضات الصحراوية لوادي النيل، خلي بالك أقرب المنخفضات الصحراوية لوادي النيل هو منخفض القطارة ولا النطرون ولا الفيوم؟ طبعا الفيوم أحسن. بقول لي احنا برضو ماشيين مع بعض في أسئلة تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقفاص. بيقول لي البيئة الزراعية معايا المروية، البيئة الزراعية المروية تعتمد على مياه الأمطار ولا مياه البحار ولا مياه نهر النيل؟ طبعا مياه نهر النيل، لأن احنا قلنا اسمها زراعية يا جماعة مروية. أما النوع الثاني اسمه زراعة مطرية اللي هو بتعتمد على الأمطار، وقلنا في الساحل الشمالي في إقليم اسمه إقليم مريوط، اسمه إقليم إيه؟ مريوط. ماشي. بيقول لك من أهم الحبوب الغذائية المنتجة للسكر، خلاص من أهم المنتجة للسكر اللي عندك قصب السكر. طب بيقول لي قصب السكر ولا معايا قصب السكر ولا الأرز ولا الليمون؟ طبعا قصب السكر. قلنا عندي ثلاث أنواع من الحبوب، كل حبوب منتجة للسكر زي قصب السكر والبنجر، وحبوب المحاصيل الغذائية زي الأرز، وحبوب المنسوجات زي القطن والكتان. ماشي. بيقول لي بلغت نسبة الإنتاج السمكي في البيئة الزراعية في مصر في عام 1995 إلى 5% ولا 15% ولا 25%؟ طبعا 15%. طيب هناخد مجموعة تانية من الأسئلة برضو، هي أسئلة أولي بما تفسر، ودي طبعا يا جماعة أسئلة مهمة جدا، هي أسئلة بما تفسر. لو قال لي مثلا بما تفسر، أول سؤال مع بعض واحدة واحدة، يقول لي بما تفسر بتنوع البيئات المصرية؟ ما أنا قلت عندي أنواع كتير من البيئات. طب هيقول لي البيئات المصرية متنوعة ليه؟ قال لي أول حاجة واحدة يا أستاذ، اتساع مساحة مصر التي تصل إلى 1,000,000 كيلومتر مربع. 2 تنوع مصادر سطح الأرض. 3 تنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية. بالتالي حاضر. أول سؤال بيقول لي بما تفسر تنوع البيئات في مصر؟ قال لي ثلاث إجابات، قلنا أول حاجة بسبب اتساع مساحة مصر والتي تصل إلى 1,000,000 كيلومتر مربع. 2 تنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية. 3 تنوع مظاهر سطح الأرض. طب نيجي يقول لي سؤال تاني بما تفسر برضو، بيقول لك ندرة النبات الطبيعي والغابات في مصر. قلنا النظرة يا جماعة اللي هي القلة، النبات الطبيعي والحيوان إليه ليه؟ قال لي واحد، ليهين، ثلاثة، نفس الكلام. بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه الإنسان منذ آلاف السنين. الإنسان بيمارس النشاط الزراعي عشان كده قلت النباتات الطبيعية. تاني حاجة قال لي بسبب الظروف المناخية وقلة الأمطار، بسبب الظروف المناخية وقلة الأمطار. تالت حاجة قال لك ده بالنسبة بقى للحيوان، لو جه قال برضه قلة الحيوانات، قلنا الحيوانات اللي موجودة في البيئة الزراعية اتجهت إلى الصحراء برضه بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه الإنسان منذ آلاف السنين. اتجهت أو هربت الحيوانات واتجهت إلى الصحراء خوفا من مين؟ من الإنسان. لكن ما يقول لي برضه بما تفسر يعتبر منخفض الفيوم جزء، خلي بالك من السؤال عشان مهم،
يعتبر منخفض الفيوم جزء من وادي النيل رغم وقوعه في الصحراء الغربية. قال لي قلنا لأنه يستمد مياهه من نهر النيل عن طريق بحر يوسف من جهة الشرق عبر فتحة اللاهوت. أيوة إجابة نموذجية 100%. يقول لي برضو بما تفسر قلة في بلد قلة الأراضي الزراعية في الجيزة. ما احنا قلنا يا جماعة القاهرة ما فيش فيها أراضي زراعية خالص لأن كلها إيه؟ مناطق سكانية. أما الأراضي الزراعية بالجيزة فهي قليلة. طب قليلة ليه؟ نفس الكلام قال لي بسبب الزحف العمراني على الأراضي في محافظة الجيزة. لما يقول لك بما تفسر قلة الأراضي الزراعية في الجيزة قال لي بسبب الزحف العمراني على الأراضي في منطقة الجيزة. طب نيجي برضه نشوف مع بعض تفسير إيه بما تفسر والناس معايا إيه برضه؟ حاضر يا سيدي. باجي يقول لي برضه بما تفسر يقول لك يعمل معظم سكان البيئة الزراعية بالزراعة. سؤال جميل قوي، ليه سكان البيئة الزراعية بيشتغلوا بالزراعة؟ ازاي يا استاذ مش اسمها بيئة زراعية؟ بيشتغلوا بالزراعة ليه؟ قال لي بسبب ثلاث حاجات. قال لي أول حاجة توافر ووجود مياه نهر النيل، ثالث حاجة التربة الخصبة التي كونها طمي نهر النيل، يبقى التربة الخصبة التي كونها طمي نهر ايه؟ النيل. ثالث حاجة قال لي بسبب توافر الأيدي العاملة المصرية، وقلنا هي متوفرة في مصر والحمد لله. طب يقول لك تنوع الصناعات برضو بما تفسر أي تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية. واحد يقول لي ما احنا قلنا الصناعات الحرفية عندنا متنوعة. طب متنوعة ليه؟ ما احنا قلنا عندي صناعة الأساس من الصناعات الحرفية، قلنا صناعة الأساس وصناعة الفخار وصناعة السجاد والصناعات الغذائية. طب ايه اللي أدى إلى تنوعها؟ ايوه شاطر سامعك بتجاوبه، تنوع الموارد الطبيعية. حاجة سهلة جدا، ايه الموارد او الصناعات الحرفية متنوعة ليه؟ قال لي بسبب تنوع الموارد الطبيعية. ماشي. ده يقول لي برضو بما تفسر تعتبر، وده سؤال مهم وجيه في امتحان العام السابق، يقول لي بما تفسر تعتبر البيئة الزراعية منطقة جذب سياحي. ايوه شاطر، تعتبر البيئة الزراعية منطقة جذب سياحي. احنا مع بعض يا جماعة من ساعتها في الوحدة الأولى الأسئلة عندنا بتجيبها متنوعة صح وخطأ وتكمل وتخيل الإجابة الصحيحة بما تفسر وهنجيب اذكر النتائج ومع بعض لغاية الآخرة. بيقول لي بنقول السؤال مرة تانية، بيقول لك بما تفسر تعتبر البيئة الزراعية منطقة جذب سياحي. قال لي لأن هناك بعض المناطق التي تعمل على جذب السياح من أمثلتها محافظة الفيوم ومحافظة الشرقية. قلنا محافظة الفيوم فيها بحيرة، فيها أماكن سياحية كثيرة مثل بحيرة قارون وعين السيلين والسواقي اللي هي سواقي الهدير. أما محافظة الشرقية ففيها آثار تل بسطة وآثار بو بسطة وأماكن الصيد بها. يقول لي برضه في سؤال تاني برضه احنا ماشيين مع بعض يا جماعه في اسئله بما تفسر. بيقول لي لو جينا نشوف مع بعض مجموعه تانيه برضه من الاسئله، بيقول لك احنا مع بعض يا جماعه في اسئله ايه بما تفسر. ماشي. ما يقول لي برضه سؤال، بيقول لك احنا قلنا مع بعض قبل كده قلنا تنوع البيئه او تنوع الزراعه او تنوع البيئات المصرية، احنا مع بعض قلناهم مع بعض، قلنا بسبب اتساع مساحة سطح مصر لا تبلغ مليون كيلو متر مربع، ورجعنا قلنا تاني برضه بسبب تنوع الموارد الطبيعية والموارد البشرية، قلنا بسبب تنوع مظاهر سطح الأرض. لما يجي يقول لي برضه هنا في أسئلة بما تفسر يقول لي تربة وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم تربة هامة لقيام الزراعة، قلنا لأنها اللي هي عايز مميزات تربة وادي النيل، قلنا لأنها تربة خصبة وسميكة وسوداء اللون ونسبة كبيرة من الصخار ونسبة أقل من الرمال. يقول لي نظرة الحيوان، قلنا النظرة اللي هي القلة، نظرة الحيوانات في البيئة الزراعية، قلنا لأنها اتجهت إلى الصحراء
بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه الإنسان منذ آلاف السنين. طيب هنا بيقول لك أهمية البيئة الساحلية، البيئة الساحلية مهمة ليه؟ واحد يقول لي البيئة الساحلية بس بناخد منها إيه؟ بناخد منها الثروة السمكية، مظبوط؟ يبقى لأننا تمدنا بالثروة إيه؟ السمكية. طيب هنا بيقول لك تتكون تربة وادي أو تتكون تربة منخفض الفيوم من طمية النيل، ليه؟ نفس الإجابة بس هنا أجيب لك السؤال مختلف شوية. بيقول لك تربة منخفض الفيوم بتتكون من طمية نهر النيل، قلنا لأنه يستمد مياهه من نهر النيل عن طريق بحر يوسف من جهة الشرق عبر فتحة اللاهون، دي نفس الإجابة اللي إحنا قلناها برضو. أيوة مظبوط كده، هو نفس السؤال اللي إحنا بنقول ليه بيعتبر منخفض الفيوم جزء من وادي النيل، قلنا لأنه بيستمد مياهه من نهر النيل من جهة الشرق عبر فتحة اللاهون، مظبوط الكلام. ماجي تاني يقول لي برضو سؤال بما تفسر، بيقول لك يقل السكان في المناطق القريبة من الصحاري، ليه بيقول ليه؟ مظبوط كده؟ ما احنا قلنا يا جماعة المناطق الطاردة للسكان والجاذبة للسكان، قلنا الجاذبة للسكان دي اللي فيها فرص عمل أفضل وتوفر فيها مستوى المعيش، أما المناطق الطاردة بتقل فيها فرص العمل وبتنخفض فيها مستوى المعيش. يبقى إيه السبب؟ قال لك أول حاجة بسبب الظروف الصحراوية وقلة المياه وقلة الخدمات وقلة مستوى المعيش، مظبوط الكلام. بيقول لك ظهور، خلي بالك بقى، ظهور العشوائيات ايوه في او حول اطراف المدن، قلنا بسبب الهجره الداخليه. احنا قلنا يا جماعه النتائج المترتبه على الهجره الداخليه، اول حاجه ظهور العشوائيات وارتفاع نسبه الذكور. ليه؟ لان اللي بيهاجم مين؟ الذكور هم اللي بيهاجموا. ليه؟ للبحث عن فرص عمل. او قلنا العشوائيات هي الاماكن التي بنيت بدون تخطيط من الدولة عن طريق وضع اليد. طب النتائج ايه؟ قال لي أول حاجة ظهور العشوائيات، دي نتائج ايه؟ نتائج الهجرة الداخلية. ظهور العشوائيات مثل صفة اللبن. اتنين، ارتفاع نسبة الذكور. ثلاثة، تنقص العاملين بالزراعة. واللي بيهاجر ده بتاع الأرض الزراعية بيهاجر ويسيبها. أربعة، ازداد نسبة العاملين بالصناعة على حساب ايه؟ التنمية الزراعية أو حساب العاملين بايه؟ بالزراعة. مظبوط كده. طيب يقول لك قيام صناعة الفخار في البيئة الزراعية، احنا قلنا يا جماعة إن ديت من الصناعات الحرفية لصناعة الفخار اللي بسبب التربة الطينية الخصبة، التربة الطينية إيه؟ الخصبة. طيب يقول لك السؤال برضو يقول لك تتناقص الأرض الزراعية في البيئة الزراعية، إيه اللي بيؤدي إلى تناقص الأرض الزراعية في البيئة الزراعية؟ اللي سبب إيه؟ احنا بنقول مع بعض ان اول حاجه التوسع، ايوه التوسع العمراني واقامه المباني على الاراضي الزراعيه. ثاني حاجه تجريف التربه. ثاني حاجه تجريف ايه؟ التربه اللي هي ديت الحاجات او الاشياء اللي بتؤدي الى تناقص الارض الزراعيه وقله الارض الزراعيه. بيقول لك معظم سكان البيئه الزراعيه عملوا بالنشاط الزراعي، وقلناها برضه من شويه، قال لي بسبب وجود مياه نهر النيل والتربة الخصبة وتوافر وسائل النقل المختلفة بالنسبة للبيئة الزراعية. ماشي. يجي لي برضه هنا في أسئلة بما تفسر، احنا مع بعض يا جماعة لسه برضه في أسئلة بما تفسر. بقول لك التلوث البيئي في البيئة الزراعية. احنا قلنا التلوث يا جماعة، قلنا التلوث هو إيه؟ قال التلوث ده هو عبارة عن تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير نظيفة. كلمة تلوث اللي هو عبارة عن تغيرات لبعض الموارد الطبيعية ربنا سبحانه وتعالى وهبها للإنسان فتصبح غير نظيفة. طب أنواع التلوث قلناهم أربعة، تلوث مائي وهوائي وضوئي وتربة. طب إيه اللي بيؤدي إلى تلوث التربة؟ أيوه شاطر سمع، أيوه مظبوط كده. قال لك زيادة الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية. زيادة الإسراف في استخدام المبيدات إيه؟ الحشرية، مظبوط الكلام. بيقول لك برضو في أسئلة بما تفسر، إحنا مع بعض هو برضو بيقول لك تنقسم أو بما تفسر، بيقول لك نظرة النبات الطبيعي، قلنا إن النبات الطبيعي لا بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه الإنسان منذ آلاف السنين. ماشي يا سيدي. طب احنا قلنا يا جماعه بالنسبه ل
برضو بما تفسر معايا؟ ايوه. ويقول لك بما تفسر لا تجور، لا تصلح، لا تنفع. الزراعه في الاطراف الشماليه للدلتا، احنا ليه ما بنزرعش في شمال الدلتا؟ قال لي ثلاث اسباب برضو. قال لي اول حاجه ارتفاع نسبه الملوحه. ليه؟ لانها قريبه من البحر المتوسط. يبقى اول حاجه قلنا ارتفاع نسبه الملوحه لقربها من البحر المتوسط. ثاني حاجه قال لي وجود المستنقعات. ثالث حاجه قال لي انتشار الرمال. انتشار يا سيدي الرمال. ده بالنسبه يا جماعه لاسئله بما تفسر. لسه فاضل معانا اسئله اذكر النتائج التي ترتبت على كل من. اول سؤال بالنسبه للنتائج المترتبه على كل من، قال لي اول حاجه ما هي النتائج المترتبه على ضم الدلتا اراضي زراعيه تصل الى 55% بالنسبه للسكان؟ قال لك لان سكانها بيبلغ نسبه كبيره بمصر وتمثل نحو 40%، قلنا بسبب ان توافر التربه الخصبه ومياه نهر النيل. ما هي النتائج المترتبه على الزواج المبكر للاناث في البيئه الزراعيه؟ لما الاناث بيتجوزوا بدري هيعملوا ايه؟ قال لك مظبوط كده. قال لك زيادة عدد السكان وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة عدد الأسرة. التاني وتدهور صحة المرأة. ماشي. يعني تتجوز بدري، ما احنا قلنا اهو اتجوزت بدري هتخلف بدري، هتزود الإنتاج، هتجيب لنا مشكلة سكانية. طب يعني إيه مشكلة سكانية يا أستاذ؟ قال لك المشكلة السكانية يا جماعة بيقول لي هي ارتفاع وزيادة السكان عن الموارد المتوفرة أو عن الموارد المتاحة. لا. ماشي. بيقول لي برضه في سؤال ما هي النتائج المترتبه على ازاله الطبقه السطحيه من التربه اللي احنا خدناها تجريف التربه؟ قال لك بتؤدي لحاجتين، تدهور الارض الزراعيه وقله الانتاج. احسن. ما هي النتائج المترتبه على الهجره الداخليه؟ الهجره الداخليه قلنا ظهور العشوائيات. قلنا يا جماعه عاده العشوائيات بتظهر حول اطراف المدن. ظهور العشوائيات، ارتفاع نسبة الذكور، تناقص العاملين بالزراعة، ازدياد العاملين بالصناعة. عندي كم سبب؟ أربعة. هي النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية. ما هي النتائج المترتبة على، خلي بالك، تنوع الموارد الطبيعية في البيئة الزراعية؟ إما الموارد هتبقى متنوعة عندك، إيه اللي هيحصل؟ مظبوط كده، اللي هتتنوع الأنشطة الاقتصادية وتتنوع الاعمال، تنوع الانشطه الاقتصاديه. طب ايه اللي بيؤدي الى تنوع الانشطه الاقتصاديه؟ واضحه؟ ماشي. بيقول لي برضه ما هي النتائج المترتبه على انشاء المزارع السمكيه؟ الحكومه بتعمل مزارع سمكيه ليه؟ اللي لزياده الانتاج السمكي والاستغناء عن استيراد من الخارج. يبقى انا بعمل مزارع سمكيه يا جماعه عشان اقدر اعوض او احقق الدخل او زياده الدخل الموجود عندي هنا في مصر واستغنى عن الاستيراد من الخارج. بعد كده اخر حاجه في اسئله ما هي النتائج المترتبه على، بيقول لك ما هي النتائج المترتبه على الاستخدام السيء، الاستخدام السيء للموارد في البيئه الزراعيه، الموارد الطبيعيه، تناقص الارض الزراعيه والصرف الزراعي والتلوث البيئي. وهي ده يا جماعه اللي انا قلت لك قبل كده، عايزك تفرق بين المشاكل اللي بتقابل سكان البيئه الزراعيه والمشاكل اللي بتقابل البيئه الزراعيه نفسها. المشاكل اللي بتقابل السكان قلنا ثلاثه، قلنا البطاله الاقليميه والمشكلات الصحيه. اما المشاكل اللي بتقابل البيئه الزراعيه نفسها قلنا اول مشكله فيها تناقص الارض الزراعيه، ثاني مشكله قلنا الصرف الزراعي، ثالث مشكله قلنا التلوث البيئي. دي بالنسبه للمشاكل اللي بتقابل البيئه الزراعيه. وقلنا مشكلة البيئة الزراعية أول حاجة تناقص الأراضي الزراعية، قلنا سببها عندك سببين. قال لي أول حاجة بالنسبة للأسباب إقامة المباني على الأراضي الزراعية، ثاني حاجة تجريف التربة. بالنسبة لمشكلة الصرف الزراعي قال لي إدخال نظم ري الدائم والإسراف في استخدام المياه، ده بيؤدي إلى الصرف الزراعي الزائد من المشاكل. ثالث مشكلة قلنا التلوث البيئي، ويقول التلوث البيئي ناتج لاستخدام الاسمده والمبيدات الحشريه بكثره. وطبعا اللي كان متابع معانا من الاول احنا شرحنا الدرس اللي قبل كده وشرحنا وجود الدوله
القضاء على المشكلات المرتبطة بالاستخدام السيء من الإنسان للبيئة الزراعية. وخدناهم وقلهم مع بعض برضو نذكرهم، قال لي أول حاجة سن القوانين التي تجرم تجريف التربة أحسن، ثاني حاجة قلنا إدخال نظم مائية حديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط، ثالث حاجة قلنا إنشاء المصارف الحديثة للحفاظ على التربة، رابع حاجة قلنا استخدام أو تشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة، أيوة الأسمدة اللي هي العضوية بدل من الأسمدة الكيماوية، رقم خمسة قلنا التوسع الرأسي والتوسع الأفقي لزيادة الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية. وإحنا بكده إن شاء الله يا جماعة نكون على قد ما قدرنا لمينا الوحدة الأولى كلها في مجموعة من الأسئلة المتنوعة، خدنا أسئلة صح وخطأ، وخدنا أسئلة بما تفسر، وأسئلة أكمل العبارات الأتية، واختيار من متعدد، والنتائج المترتبة على، أتمنى إن تكون الناس اللي استوعب معايا الوحدة الأولانية. وطبعا إحنا لمناها يا جماعة كده في عجالة سريعة، و نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.